جيت يعني جيت لقيت هنايا الجماعه يعني جقله كما كنقول. جيت سولنا يعني سولنا قلنا شنو كاين، قال لك اودي راه الدري قتلوا واحد الدري، وهاد الدري اللي مات الله يرحمه اطيب خلق الله، يعني واحد الانسان مربي ما كيدير صداع، فهمت كلها وشنو كيقول يعني مازال ما عارفينش حنا العائله ديال براسو ما عارفينش بالضبط شنو كاين، شي كيقول سببهم بنت صغيره، شي كيقول والمشكله الكبيره يعني في ديك اللحظه لو كان عتقوه في ديك اللحظه ملي تضرب على ما كيقولوا الدراري يعني ملي صوناو لومبيلونس تصور نتا 45 دقيقه 45 دقيقه عاد جات حتى كان المرحوم يعني صافي في حاله يرتلى يعني صافي يعني هو تعتقل يعني شدوه يعني هو شدوه وعائلته مساكن شنو غادي نقول لك يعني باش غادي يهضروا معاكم ولا يعني في واحد الحاله شنو غادي نقول لك يعني تصور نتايا الدري خارج خرج صحة سلام حتى يجيو يقولوا لك فلان راه قتلوا فلان والمشكله هاد الدري الله يرحمه كان غير شي واحد يعني اللي خاسر ولا موسخ ولا راك سبحان الله راكم جيتوا على غفله وشوف الدراري صحابو اللي في الله جالو والله العلي العظيم الا كيبكيو بالدموع 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 فين الناس الكبار وما لو كنت تشوف الام ديالو مسكينه شنو غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله وهذا هو المشكله اخويا ديال هاد يعني هاد الدراري الصغار شي بعضين لا حول ولا قوه الا بالله يعني تلقى ولد عنده 17 سنه شاد موس ولا جنوي وتسولو نفسه انه يشد يعني هكذا وهددو كما قالوا شي وحدين قال له مع الساعه دي نوريك السيد يعني النزاع وقع بيناتهم مع 12 تاع النهار 12 جوج تقريبا على ما كيقولوا قال له وجد راسك مع السته هذاك الدري ما موالفش كاع بالصداع مسكين ولا بالمشاكل يعني تكون داك 17 18 على ما كان صغير ماشي 18 الله يرحمه 18 19 هكذاك 18 هو عنده 16 نفس هو اللي قتل عنده 16 والمرحوم الله يرحمه تكون ديك 18 خويا ديك الساعات جاو يعني جاو غير شنو هي على ما سمعت انا وشفت كانوا كيقلبوا على الدليل ما لقاوش يعني الموس باش يضرب حتى الاخير لحظه عاد لقاوه في الواد يعني مشى للجريمه دار الجريمه وهرب لحقاش هو كيسكن غير هنا يعني وعاد يلا هادي ما كاملاش واحد 15 دقيقه باش لقاو الموس باش قتل مدمرين راه واحد عمو مسكين شنو نقول لك عمو راه داوه سخفان موش تمو مو والله الا شفتها انا في واحد المنظر شاده غير الكاسكيطه ديالو كتبكي وكتقول له خرجت صحيح جاي ميت يعني حدا صور خرج من الدار يعني شوف فين كتب له ربي مسكين ديك يعني الجهد باش يدافع على راسو ولا باش يزكي ولا كتب له ربي انه يموت في العتبه ديال الباب ديالهم